السلام عليكم، انا دكتور احمد عاطف من مصر. النهارده الحمد لله قدرت ان انا اجتاز امتحان المعادله الالمانيه والحصول على التصريح مزاوله المهنه الدائم في المانيا، وده كان عن طريق اكاديميه فرايبورغ، وهو ده الطريق الامن ان احنا ازاي نقدر نحقق نجاح في المانيا. وبشكر لجنة الامتحان وبشكر زمايلي وبشكر الأكاديمية وبشكر شخص دكتور نبيل فرحان مدير الأكاديمية. دكتور نبيل اللي عنده طول الوقت الشعار ان هو النجاح عمره ما كان صدفة، وانا حابب ازود واقول ان النجاح بالقيمة او ذو قيمة، او قيمة النجاح وفي مدى تأثيرها على الناس كلها. والحمد لله الأكاديمية نجاح بقيمة، إن هي قدرت تساعد ناس كتير قوي إن هي توصل لهدفها. كانت في وقت من الأوقات الأهداف دي صعبة، ساعدتنا كتير، والحمد لله إن إحنا النهاردة أنا وزمايلي كلنا بفضل الأكاديمية وبفضل الكورسات بتاعت الأكاديمية قدرنا نجتاز امتحان التعديل. الحمد لله.